بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة، هذا لقاء جديد في سلسلة خفايا عالم الجن. حقيقة هذا العالم الواسع الغريب الخفي الذي يخفى عن كثير منا أو يخفى على كثير منا، كيف تناوله القرآن العظيم؟ اليوم أيها الأحبة أحب أن أحدثكم عن قضية خطيرة جدا، وهي أساليب الشيطان في تزيين العمل للإنسان. الشيطان أخي الحبيب على فكرة ليس مخلوقا يعني بشعا كما تصوره الأفلام والروايات. الشيطان مخلوق ظاهريا جميل، كلامه جميل، لديه أساليب في الإغواء، أساليب في تزيين العمل، وإلا مخلوق قبيح يعني تصوره الأفلام على أنه مخلوق قبيح الإنسان ينفر منه وكأنه يعيش بعيدا عنا. لا، الشيطان كلامه كلام معسول، كلام مليء بالإغواء، وإلا كيف يغوي البشر؟ كيف يزين للبشر؟ هنا القضية أيها الأحبة. فهذا الكائن الذي أرسله الله أصلا على الكافرين، إنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا، يعني الشيطان يحرض هؤلاء الشياطين ليزدادوا طغيانا وكفرا وإلحادا، ويزدادوا إغواء للناس. لذلك أخي الحبيب لا تستصغر هذا الشيطان. صحيح إن كيد الشيطان كان ضعيفا، ولكن هذا الشيطان له تأثير قوي جدا على الناس كما نرى من حولنا اليوم. هذا الشيطان هو سبب معظم المشاكل التي نعيشها اليوم، حتى مشاكلك في بيتك فتش وراء كل مشكلة تجد شيطان. أساليب الشيطان أخي الحبيب لديه أسلوب مكشوف، طبعا القرآن كشفه لنا، ولكن يخفى على كثير من الناس. ما هو هذا الأسلوب؟ أنه يجعل لك العمل القبيح حسنا. لذلك الله سبحانه وتعالى يقول: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا. عملك هذا هو عمل سيء، عندما تمنع حق الفقير في مالك، الله تعالى يقول: وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. الفقير له حق في مالك من خلال الزكاة. يأتي هنا الشيطان، ماذا يقول لك؟ يقول لك: لماذا تعطي فلان وفلان وفلان؟ الزكاة ستأكل المال. هذا كلام شيطان أيها الأحبة، ليس كلام إنسان عاقل. الله يقبل الزكاة وينميها لك ويربيها كما يربي أحدكم فلوه، الحصان الصغير، المهر الصغير، هذا الذي تدلله وتربيه. الله يقبل الصدقة من عباده ولو كانت قليلة، وينميها ويكثرها ويضاعفها له حتى تكون مثل الجبل. ثم يأتي الشيطان ليقول لك: إن الزكاة تأكل المال، وكأن المال هو الأساس، وكأن الزكاة هذه تذهب بلا أجر وتذهب هكذا كأنك ترميها في الشارع. يعني لا يا أخي، من هنا يبدأ الشيطان يزين لك منع الزكاة.
منع إعطاء الفقراء، يقول لك اشتري مثلا عقار، اشتري كذا، اشتري كذا، اشتري أي شيء يعني من متاع الدنيا، استثمر هذا المال لتزيد من تجارتك، وبالتالي يزين لك هذا العمل. هو عمل سيء، منع الزكاة عمل سيء، ويمنعون الماعون. أول شيء أخي الحبيب يطلبه الغافل عن الله، العاصي لله، الذي انغمس في الدنيا لحظة الموت، ماذا يطلب؟ من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكون من الصالحين. قدم الصدقة على العمل الصالح. لما رأى لحظة الموت من تقصيره، ولما رأى من مصير أسود ينتظره، من حساب سيء ينتظر هذا الشخص، فيقول يا رب أخرني قليلا، أريد أن أتصدق بهذا المال، أريد أن أتخلص من هذا المال وأتصدق به. فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكون من الصالحين، ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها. إذن إجابة صادمة جدا، لا تنتظر حتى تواجه هذا المصير، لا، منذ هذه اللحظة اكتشف أساليب الشيطان في تزيين العمل السيء. مثال آخر لإنسان بينه وبين قريب له شقاق، قد يكون بينه وبين أخيه، بينه وبين أخته، بينه وبين أبيه أحيانا، يأتي الشيطان هنا ليزين لك سوء عقوق الوالدين. عقوق الوالدين، قطع الرحم هو عمل سيء جدا، من قطع الرحم قطعه الله، والرحم مشتقة من اسم الله الرحمن والرحيم، لذلك قطع الأرحام من أسوأ الأعمال التي يمكن أن يقوم بها الإنسان. يأتي هنا الشيطان يقول لك أتذكر هذا الشخص ماذا قال لك يوم كذا؟ ماذا سيقول الناس لو ذهبت أنت وبادرت وقدمت تنازلات؟ سيقول الناس إنك ليس لك شخصية، لا تقدم هذه التنازلات، إنه سيطمع فيك أكثر، سيذلك أكثر، كذا كذا كذا. تجد نفسك تقول والله صحيح هذا الكلام، لماذا أنا من يصل الرحم؟ لا، أنا لن أصل الرحم، وسأبتعد عنه، وسأقطع هذه العلاقة، وأقطع هذا الرحم، ولن أتنازل، ولن أفقد هيبتي وشخصيتي وكذا وكذا. وبالتالي هنا الشيطان ماذا فعل؟ انتبه يا أخي الحبيب، زين لك سوء عملك. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا، تراه حسنا وتنام مرتاح قرير العين وتقول تمام، الحمد لله أنني لم أصل هذه الرحم، الحمد لله الذي أكرمني وجعلني لا أعطي هذا الفقير. أنت تحمد الله على ماذا؟ على عمل سيء؟ تحمد الله على عمل سيقذف بك في نار جهنم والعياذ بالله. نسأل الله العافية للجميع أيها الأحبة. إذن أخي الحبيب، هنا أنا أود أن أقول لكل أخ، احذر أساليب الشيطان في الإغواء، لأن هذا الشيطان تعهد أنه سيغوي البشر جميعا. إلا عبادك منهم المخلصين، إلا عبادك منهم المخلصين، قسم قليل فقط ممن لا يستطيع الشيطان أن يقترب منهم. من هو هذا القسم؟ الذي يحافظ على ذكر الله، يحافظ على الصلاة، يحافظ على الزكاة، دائم قلبه معلق بالله، و
في حالة خشوع لله، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. الشيطان أخي الحبيب عندما تهم بعمل يرضي الله، عمل صالح، كمثال على ذلك هناك قضية تتعلق بالربا مثلا، وأنت تقول لا أريد أن آكل هذا الربا، يأتي هنا الشيطان ليتخبطك تخبط. الذين يأكلون، الذي يأكل الربا لا يقوم إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. إذن هنا أخي الحبيب الشيطان يأتي ويقول لك هكذا مالك سيفنى لو أبقيته هكذا. استثمر هذا المال بالربا، وهذا ليس ربا، هذه عبارة عن أرباح تجنيها بسهولة وأنت تجلس في بيتك دون عمل ودون تجارة ودون خسارة، وشيء مضمون. ما هذا هو الربا؟ شيء مضمون، وتأخذ هذه النسبة الثابتة وتريح دماغك وأنت جالس في بيتك، يأتيك المال والمبلغ يزيد وأموالك آمنة وكذا وكذا وكذا، حتى تجد هذه الفكرة مزينة في دماغك. أفمن زين له سوء عمله. الربا من أسوأ الأعمال، من أكبر الكبائر الربا أيها الأحبة. على الرغم من ذلك نجد بعض الناس من المسلمين تجده يحرص على الصلاة ولكنه يأكل الربا من حيث لا يعلم. إذن أخي الحبيب احذر أساليب الشيطان، احفظ هذه الآية جيدا وتذكرها باستمرار. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء. الله يضل من يتبع هذا الشيطان، ويهدي من يطلب الهداية من الله، من يتوجه إلى الله بقلب صادق ويقول يا رب اهدني. الله سوف يهدي. نسأل الله عز وجل أن يبعد عنا زينة الشيطان وأساليب الشيطان الخبيثة، وأن يهدينا لما اختلف فيه من الحق بإذنه، إنه يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حتى يتبين لهم أنه الحق.